كمان النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده, والفيلم بتاعنا النهارده اللي هنعمله مراجعه هو الفيلم الجديد اكس مراتي. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى ان تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا, لان ده يا جماعه بيساعدنا جدا, وما تنسوش اللايك والشير للحلقه, ويلا بينا نبدا. بلطجه تعديت بالضرب على احدهم تسببت لي باضرار جسديه ونفسيه. فيلم اكس مراتي هو من تاليف كريم سامي واحمد عبد الوهاب, ومن اخراج المخرج اللي انا بحبه جدا جدا جدا, المخرج الكوميدي معتز التوني, اللي بقاله يعني فتره كبيره ما بيعملش افلام, واخر فيلم كان عامله اخراجيا انا شايف من وجهه نظري ان هو ما كانش احسن حاجه خالص كوميديا, وهو الفيلم ابن الحاج احمد. والفيلم من بطوله هشام ماجد ومحمد ممدوح وامينه خليل ومحمد اوتاكا ومصطفى غريب وخالد كمال وعلي صبحي وعماد رشاد. الفيلم فكرته بسيطة جدا, عندنا الدكتور اللي اسمه يوسف اللي بيقوم بالبطولة لهشام ماجد, عندنا في المسجون اللي اسمه طه اللي هو محمد ممدوح, حاول ان هو يلعب على يوسف اللي هو دكتور امراض نفسية, حاول يلعب عليه لعبة لان محمد ممدوح او الشخصية اللي هي طه ده مسجون, وبيحاول ان هو يلعب لعبة على الدكتور بتاعنا اللي هو يوسف بحيث ان هو يخرج من السجن ده بان هو ياخد حسن سير وسلوك يعني عفو وكده. فبيبدأ يكتشف الدكتور بتاعنا اللي هو يوسف, بيبدأ يكتشف ان مراته اللي هي امينة خليل كانت متجوزة طه في الماضي وما كانتش مفهماه ده, وعندهم طفل كمان من المسجون اللي اسمه طه. طه اصلا يعني عاوز يخرج من السجن علشان يبدأ يدور على مراته وابنه, ويدور كمان على مين الراجل اللي اتجوز مراته او مين اللي اتجوز طليقته. ايه اللي حصل لكل ده؟ البيع قال لهم مراته ممكن تكون اتجوزت. هو انت مش طلقتها؟ لا انا ما قلتش طلقتها, انا قلت انها خلعت. فيلم اكس مراتي انا شايف من وجهه نظري ان هو تقريبا يعني مش هبالغ واقول ان ده تقريبا احلى فيلم كوميدي اتفرجت عليه السنه دي في 2024, مش بس في 2024, السنه اللي فاتت انا مش فاكر حتى ايه يعني شفت افلام كوميدي السنه اللي فاتت كتير 2023, بس بصراحه ما كانتش احسن حاجه. يعني ممكن يكون الحريفه مثلا كان احسنهم على ما اتذكر, عشان انا برده مش عايز اقول مثلا لو شفت فيلم انا مش فاكر ايه الفيلم اللي كان ضحكني, بس انا فيلم اكس مراتي ده بجد مش هبالغ واقول ان هو يعني يعتبر من يعني واحد من احلى افلام الكوميدي اللي انا اتفرجت عليها من كام سنه مثلا, ممكن نقدر نقول من 3 4 سنين, لان انا عندي مشكله مش عارف اذا كان هي مشكله ولا دي مش مشكله انا ما اعرفش, بس انا عن نفسي من نوعيه الناس صعب قوي تضحكني. يعني انا من نوعيه الناس صعب قوي تضحكني, لان انا يعني الشخص اللي دايما اللي بيقول الافيهات, فاهمين عارفين الشخص اللي بيبقى موجود في الشله اللي دايما بيرمي افيه هنا وهنا وبتاع بيقفي على الناس وبيضحك الناس, عشان كده انا ده بالنسبه لي ممكن يكون من اصعب الحاجات ان انا اجي اخش اتفرج على فيلم كوميدي سواء عربي او انجليش, بالعربي كمان بالتحديد, ان انت تتفرج على فيلم كوميدي وفعلا يضحكك. فانا عن نفسي يعني في اخر كام اكسبيرينس اللي دخلتها في افلام عربي اللي اتفرجت عليها, يعني حرفيا ببقى قاعد بتفرج, عارفين انتوا نوعيه الافلام الكوميدي انتوا تخشوا تتفرجوا عليها تبقوا عاملين كده, وعارفين حتى مفيش ضحكه الا او يعني اخرك ابتسامه, مفيش اللي هو عارفين اللي هو مجرد بس تبقى قاعد كده يعني ده اخري. لكن الفيلم ده يعني اول مره بقالي فتره كبيره جدا بافلام العربي يعني ما حسيتش ان انا ضحكت وبصوت, يعني حتى كان صديق ليا كان معايا في الفيلم, يعني اول مره ان احنا الاثنين نخش مثلا فيلم عربي لنا فتره كبيره, يعني اول مره اتفرج واحس ان انا دخلت فيلم عربي وفعلا ضحكت وصوت كمان كان عالي, فده ده ده اتس بلس 1 بالنسبه لي. متجوزه دكتور محترم اخصائي, انت هتقولي التخصص كمان ده ما مش جاي من النقابه اهو. بس انا شايف ان وجهه نظري ان من احلى الحاجات اللي موجوده في الفيلم, ويمكن يكون هو اهم حاجه موجوده في الفيلم, وهو محمد ممدوح والشخصيه اللي هي بتاعه او اللي اسمها طه, يعني دي ممكن تكون احلى حاجه في الفيلم, ده غير كمان الكيمستري اللي بتجمع ما بينه وبين هشام ماجد نفسه في الفيلم كان يعني رهيبه عبقري. يعني انا حتى قبل ما ابدا الفيلم, انا الفيلم ده على فكره ما عملتوش تريلر رياكشن, وعلى فكره كمان مش عايز اصدمكم واقول لكم ان انا ما اتفرجتش على التريلر اصلا, يعني انا شفت تيزر كان معمول له تقريبا 20 ثانيه وبعد كده كان في اوفيشال تريلر نزل ما اتفرجتش عليه, فانا حرفيا زي ما تقولوا كده انا داخل الفيلم عمياني, يعني اول مره اخش مثلا فيلم من سنين السنين اخش ما بقاش مثلا متفرج على تريلر او معمل له تريلر رياكشن, انا مجرد عارف ان في هشام ماجد ومحمد ممدوح ومينا خليل والمخرج معتز التوني وفيلم كوميدي ده اخري, انك ولا شفت تريلر ولا عملت له تريلر رياكشن ولا عملت له اي حاجه, انا داخل كده يعني حرفيا انا داخل كده, وفعلا يعني اول مره اخش فيلم وما اتفرجتلوش على تريلر وبجد اتصدم
ان هو يعجبني ويعجبني فشخ كمان. نوم احمر يا دكتور. اوه امينه خليل برضو حسيت ان هي ممكن تكون يعني المفروض يكون عندها احسن من كده. انا حسيت ان دور امينه خليل برضو عادي ما مش احسن حاجه، بس بالعكس يعني الى حد ما كان دورها كويس، مش دور اللي هو الكرنج يعني اللي هو يتكرنج منه او الكوميديا اللي بتكرنج منها، لا بالعكس حسيت الى حد ما كان دور متوظف الى حد ما كان كويس وصح. مصطفى غريب تقريبا طلع مشهد او مشهدين في الفيلم انا حرفيا كانوا من احلى المشاهد اللي موجوده في الفيلم، يعني انا فشخني ضحك. يعني مصطفى غريب انا كنت تمنيت ان مصطفى غريب كان ممكن يبقى يعني موجود اكتر او يبان في مشاهد اكتر في الفيلم سواء هو او اوتاكا، بس انا مصطفى غريب ضحكني اكتر بصراحه. انا ما بتكرهنيش. لا بتكرهك. فكرت المكان يا طه. هو كده كده اصلا الفيلم ده من نوعيه الافلام اللي انت كده كده اصلا عارف القصه هتحصل فيها ايه والفيلم هينتهي على ايه، ومش هتوقع منه حاجات كتيره، واكيد مش هيبقى فيه بلوت تويست ولا هيبقى فيه اي حاجه. بس انا بصراحه انا ما كنتش متوقع عن نفسي ان انا اضحك في فيلم زي ده، وبصراحه انا حاسس ان هشام ماجد فعلا بجد حقيقي كل مره بيثبت لي قد ايه ان هو فعلا ممثل تقيل جدا في كليدنج اكتر في موضوع الكوميدي، وكمان محمد ممدوح، لان زي ما انا قلت ان محمد ممدوح هو احسن حاجه موجوده في الفيلم ده. ومعرفش ليه انا قبل ما اتفرج على الفيلم ده حسيت ان انا قلت وانا شايف البوستر كده من بعيد وانا رايح السينما، معرفش ليه حسيت ان كان ممكن ينفع شيكو مكان محمد ممدوح، بس قلت هيبقى قلب امه قوي الفيلم اللي هو بتاع قلب امه. بس انا اتبسطت جدا ان محمد ممدوح هو اللي عمل الدور ده، لان حسيت ان لو كان ممكن يبقى شيكو كان ممكن هيكرنج شويه وبرده هيبقى شبه قلب امه. فانا تمام قوي مع محمد ممدوح في الفيلم ده لان هو كان الافضل بكل تاكيد في الفيلم ده، وافضل كمان حتى كمان من هشام ماجد. تقييمي ليه فيلم اكس مراتي هو 7/10. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم اكس مراتي، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وتنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.